أول شيء الرياضة السعودية يعني أو الرياضيين ككل محظوظين وبدرجة عالية وبدرجة كبيرة، أنه سمو سيدي ولي العهد عنده هاجس كبير في موضوع الشباب والرياضة وأعطى اهتمام كبير. أنا أتذكر مرة من المرات سمو الوزير لما كان أعتقد في فورمولا 1 وكان وقتها مساعدا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، سألته بالحرف الواحد، قلت له يعني هل معقولة أنه هل اللي قاعدين نشاهده ونلحظه من قفزات واستضافات وتنظيم وحضور مذهل على كافة الرياضات، هل معقولة هذا شغلكم أنت ومعالي رئيس الهيئة لمدة مثلا عام؟ قال لي لا، في ملفات من 3-4 سنوات تدرس من قبل سمو سيدي ولي العهد وقاعدين نشوف نتاجها على أرض الواقع. احنا لازم نشوف أو لازم نؤكد ونشدد أنه لما يجي سمو سيدي ولي العهد ويكون هو يوم من الأيام يقول في لقاء في روتانا أنه هاجس سمو الوزير هاجسه رياضة لذلك هناك نجاحات، احنا نقول أنه حتى أو بالدرجة الأولى سمو سيدي ولي العهد هاجسه رياضة وشباب، وقاعدين نشوف على أرض الواقع أشياء لا يمكن بأي حال من الأحوال نتخيل أنها قاعدة تنفذ على أرض الواقع. لو جينا قبل كم سنة، لو جيت قبل كم سنة يا وجود وقلت لك يوم من الأيام الهلال والنصر في عقد يمتد لعشرين عام ومائة ألف أو 100 مليون بالسنة ولمدة 20 عام، يعني مشروع طويل، بتقول لي أنت قاعد تحلم، أنت قاعد تحلم. هل معقولة فيه نادي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي مشروعين مختلفة كل واحد منهم لمدة 20 عام؟ هذا يعطيك استقرار إداري، استقرار مالي، أداء للأندية على أعلى مستوى. اليوم القدية على سبيل المثال أصبحت عاصمة للترفيه، للرياضة، للفن، لأمور كثيرة، فإحنا قاعدين نتطور بشكل مذهل يا بوجود. باختصار شديد، لو قمنا في عمل استفتاء على مستوى العالم ككل وقلنا من هي الدولة الأولى اليوم اللي قاعدة تقدم عمل رياضي على كافة المستويات مذهل وكبير ولا يمكن أننا يعني نتصوره أو نحلم فيه، حتقول كل العالم كله حيقولون إيش؟ السعودية نمبر ون، السعودية رقم واحد. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان بهذا الوطن، الحمد لله أننا أصبحنا نفخر ونفاخر ونفتخر بأننا ناجحين في كل الرياضات وقاعدين نستضيف كل الرياضات داخل وخارج المملكة. اختيار هذه الأندية الجماهيرية والإعلامية اختيار كان مقنن، اختيار كان مدروس، اختيار ليس بالعشوائي، لذا نقول مبروك لهذه الأندية الأربعة، ونتمنى من القائمين على هذه الأندية الأربعة أنهم إلى جانب استمرار رعاياتهم السابقة أن يكون هناك استثمار حقيقي لهذه الملايين اللي حتدخل صناديق الأندية، وأن تتم مراقبة ومحاسبة الأندية على كل ريال داخل وكل ريال طالع. شكرا سمو سيدي ولي العهد، عودتنا وأكرمتنا بأشياء كثيرة.